السلام عليكم حبايبي، رمضان كريم عليكم وعلى كل الشعب العراقي ان شاء الله. اليوم ضيف مختلف ببرنامج كشكلة. خلصت بسرعة وقضت عشرتنا ذيك وفجأة فزينا مثل نومه بسفر حبيبي. إذا هيا حلقة مال محمد وجي؟ لا محمد زين غرف عوها؟ ما كمل وانسحب، لكن كلهم كانوا أكاديميين، كلهم كانوا دولو. اهلا السلام عليكم. اهلا جاسم، شلونك؟ ايوه حبيبي، اخبارك؟ شلونك؟ عاشني شافك. شلونك زين؟ الله يسلمك. ايه زين، شلونك؟ شو اخبارك؟ شلونك بعد؟ جدك البيت صغير نايم. شلونك؟ شو اخبارك؟ ايوه حبيبي نايم. جدك عايش؟ اه شلونك زين؟ شلون اخوي؟ تاخرت ها؟ هلا شو اسمه؟ شو اسمه البرنامج؟ مسافرين. هلا وسناب، برنامج مسافرين مع علي نجم. حبيبي سيوف حبيبي وحالو والذهب مشتاق لك حبيبي. طول عمرك الله يسلمك. الله يحفظك. الله يشفيك. ما عاد شيء عمي جاي وياي بسيارتي، جاي من البيت وجاي. شنو يعني انت اللي اختلفت؟ جيت تصيح بال يلا كافي، يلا 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 خلينا نصور على يلا ضيفك. ها شرف الضيف هسه. الله شرف الضيف. اي شرف شيء طبيعي، لاعب منتخب وطني ويوم تقبلنا وديه بشارة ما يعرفون. عمي الله يحفظك. اشبيح الفطر لا يلا عاد على خليك بالموت شي قضية عادي. افصل يلا افصل يلا شنو لا فرت عليه والله. حالو شلونك اخوي؟ مشتاقين سيوف حبيبي الغالي الله يحفظك. شكرا على خطية الولد ترى وقفتهم اي والله خطية. هو ترى زي اللقطة وين ما يجيبونه بيجوز. قال علي قال علي قال علي يلا غيرت اللي اخرتنا. هو شو تاخرت على غرب الستة ونص؟ هاي يلا ستة ونص. ايه بالخمسة ونص قايل لك انا بالستة. يلا يا علاوة يلا رحمة لامك. شنو حبيبي خلصين؟ بس والله ما فيش قاعدة، والله هسه جيب لنا مقدم هسه حكمه بالله. عمي اخوي يقعد بس. اه كيف؟ استاذ هيك راح اقعد حبيبي. يا عاد من حقك وهز برجلي. استاذ انا بس خلفت بس افتهمني يعني. هاي قعدت بالنص قعدت بالنص. يلا هاي شلون؟ عمي بكيف انا اريد امرد اقدم هيك. عمي هذا اسلوب زين بكيفي. انا بكيفي هسه هذا اسلوب. عمي اكو مدير قناه جاي باوع ولا ما جاي باوع؟ انت شو لك علاقه؟ عمي دراع والله استاذ عمي دراع. وينك الموضوع؟ هلا عم تعال تعال وقف تعال تعال. لا ليش ما هسه زين؟ ليش ما كذب روحك؟ تعال ليش ما كذب روحك؟ ليش اي اطلع انا قاطع هلا ايش فيك؟ هاي مش دوخه دوخه عقوق ايش فيك علاء؟ عندك زين فكسه دوخه دوخه اقعد اقعد انت مسوده انا اقعد خاطر بيك على انت ما تحكي بيك دوخه دوخه بيك عوفه عوفه اقعد عوفه استرخي استرخي خلاص انا بصبه ناوي استرخي 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 يلا هاي عوف الحلقه عوف بيك على لا اقعد اقعد خليني احكي وياك اقعد بروح على اوقات بروح على اوقات ايش بيك؟ خاطر ضيفك انا محترم ضيفك. شنو السالفه علاوي؟
كانت اول حلقه لا ما صور اول حلقه هيك تسوي لا 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 صور والله بس حاج استاذ لؤي لا لا والله خلص اي والله بس حاج ما صور بس حاج استاذ لؤي تعال تعال وين هو هذا وين 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 يا اخو خطير رجليه طوال شو يسوي زي منا له تعال قف تعال وياهم شنو سيف تعال حبيبي تعال 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 يا هو زي طوال ايش يسوي تعال قف تعال نقرب الماء خو ما طالع هاي بالكادر هاي الماي هاي شنو هاي الوضعية هي شنو هذا سطل مال يلا اخوي استرح استرح وحاله بيه وفق تولي والله بعد استاذ حبيبي استاذ ذاي تسمعني لا خلاص استاذ عالي الصوت باذنك كلش عالي سيف عفوا ها شنو اول حلقه لا ما ماري يلا ما صار لا ما صار حالو 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 استاذ عالي يا مستريح اي عالي عالي لا في السيف وحده بعد ما اقدر والله بعد شو العام العام عالي العام حلو العام عالي صوتك ناس بس العام عالي يلا قلت شي يضبط بعد هسه عبوا مو بس بساعة تتعارك روح شوف الله يتحارك تعال على شنو سالفتك يا اخوي هو تعارك شنو خوش سيف لا بس شوفوا من جاي علاوي ها علاوي علاوي انا غير علاوي حبيبي ترى جايين على مودك احنا يشهد الله انا وابو حالو جايين على مودك يعني مع احترامي يعني اول ما اول حكايه بانك ماكو يطلع ابو حالو الله يرضى محمد لا شو سؤال اضل عليك اي مو صار اكو شو اسمه يا اخي شنو بسم الله الرحمن الرحيم مساكم الله بالخير والعافيه الجميل ابو حالو حبيب قلبي سيف الرائع استاذ علي نجم منورنا اليوم قناه الديار أحبائي أعزائي مشاهدي قناة الديار الفضائية أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مسافرين اليوم ضيوفي نجوم وأسماء كبيرة في الوسط الشعري وفي الوسط الرياضي أرحب بالكابتن حمد عبد الزهر أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أستاذ علي شكرا لحضورك شاكرين حضورك تدلل حبيبي أبو حسين الله محمد شنو هذا؟ لا شو أقول لك؟ شوي خليك طبيعي يعني بين مشينا راح يلا ايش بيك مروان ايش بيك انت مروان شنو الكادر يا كادر دروح والله دروح تكلمت انت شنو لك على غيرك مخرج جاي باوي صورك حاسب عمي خلاص غيرك مخرج جاي باوي شنو تحاسب انت مخرج جاي باوي علاوي علاوي هلا شنو برنامج قد تجوز يعني شلون بصل انت تريد واحد شلون يقدم احباء اعزاء مشاهدي قناه وهيك القسو مو دقيقه ليه يلا يا اخوي يلا شنو السالفه يلا خلاص يلا علاوي انا اعرف وين تخلص الحلقه شلون لغوه تخلص ما تخلص وحق هذا الله طلعت من الجو انا والله طلعت من انت اوكي احبائي اعزائي مشاهدي قناه الديار الفضائيه اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج مسافرين ضيوف لهذه الحلقه نجوم واسماء لامعه الضيف الاول الكابتن محمد عبد الزهر اهلا وسهلا بك كابتن اهلا وسهلا بك استاذ علي واتمنى لك الموفقين ان شاء الله الله يسلمك لاعب كبير لاعب مهم لاعب منتخب الوطني والغنبو يا اهلا وسهلا بك الله يحفظك خليك الضيف الاخر الشاعر البصري الشاعر العراقي الممتع والمهذب الاستاذ سيف الحلفي اهلا وسهلا بك استاذ مساء الخير والعافيه عليك استاذ علي الشاعر المبدع والجميل اتمنى لك كل التوفيق بهذا البرنامج الله يسلمك والتوفيق لقناه الديار الفضائيه شكرا لكم على الدعوه الله يسلمك الساعة بحاله بحكي كلمتين تقول لي شنو كلمتين سيف هسه رحب تقول لي شنو رحب يعني شو يسوي شنو المشكلة حتى انا يقول له هواي مدح بيك يقول لك شنو هذا ها يلا راح اخذ من ترحيب من سيف الحلفاس الضيف الاخر الشاعر المهم والمبدع الشاعر الاستاذ سيف الحلفاس اهلا وسهلا بك استاذ اهلا وسهلا بك استاذ علي كل الهلا بيك شكرا على هاي الدعوه الله شكرا لك والقناه لا بالعكس شكرا لك تلبيه الدعوه استاذ اتشرف حبايبي راح نبدا برنامجنا مع سيف الحلفي ونريد نسمع اخر ما كتبه سيف الحلفي
والله القصائد الأخيرة كثيرة الوجدانية، فأختار لك صدق أذاني بفراق أو حنين انهد. صدق أذاني بفراق أو حنين انهد، أول مرة أشوف الكون كله أسود. الله رسموا له غصن وهمي وحلم بستان، خسر روحه وخسرني وتالي ما ورد. الله ما ظلت ببالي من هجرني الطير، أنا الكتلتني شي من طار ما غرد. الله كتلني لوصل أخباره، قالوا روحه محتارة، وقالوا من يجي لليل توصل ونتها الجارة. الله وقالوا بيها ثر تشوي لبستها هواي الترف الجارة. استاذ استاذ شو تريد؟ ايوه الولدين مو نجوم؟ هم يموتوا، هم يموتون على استاذ ناي مدير القناة طبله وسلم عليه وعرفه وقال لها متابع برنامجك. شنو الموضوع علاوي؟ خلص علاوي خلص. يقول السيف هو المستضيف. ايه؟ هو اللي قاعد يقول لك تقول لك الموضوع. ليش لا؟ ايه؟ السيف هو المستضيف علاوي. المستضيف علاوي. يا شنو مستضيف علاوي؟ رجال مقدم برامج، انا ضيف، شنو شكو؟ متعاقدين مثلا احنا على برنامج؟ شنو موضوعنا يا جماعة؟ لا علاوي شنو مو نجوم شنو شكو؟ من وين جاي؟ خلي عفو عفو. يا ابو والعباس والعباس اول ما طب استاذ ذاي رحب بي وعرفه شنو مو معروف بالله انت الدفتاني السماعة خلنا اسمع شي يقول يا اخي ما انا اعرفه وين ادري انا ما جاي اسمع شي يقول غير اسمع انا اعداد وتقديم البرنامج انا اجيب الضيوف مو بكيفك انت يطلع علاوي 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 ضحك هذا الله ما حد يطلع لو انا لو انت لو انا لو انت جيل استاذ ذاي استاذ حبيبي هذا تيشيرتك نثر؟ استاذ عيني اي والله خلص اوهم سيف اوهم سيف انا لو ما علاوي لو ما علاوي اللي كسر الكاميرات عليهم ضيوفكم شنو وين؟ كملوا كملوا شغلكم صيغه علي اوقف سيف لا 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 دخل بس اوقف اوقف سيف كملوا كملوا بس اوقف علاوي شكو كملوا شغلكم صيغه علي شاعر نورس الجنوب عوف عوف سيف الحلفي ما يعرف رجال ضيف انا جاي بالاستوديو مالك يلا علاوي خروح خروح يلا تلبت خروح جايب سيف من البصره هيك هيك تعاملونه معامله سيف ما يخالف الخاطر سيف الخاطر اي بس الخاطر الخاطر عوف الجقار عم عوف الجقار بعدين يعني هو قال لك مثلا واذا ما اعرفك يعني ما يعرفني يحترم اي صح والله يحترم يعرفني بس خليه يحترم الحسين هالسالفه والله عادي ما قال لي يعرفني انا اعرف هالسيف اعرف ذول هالسيف يحكون بس سيف عيب يلا هاي الضحكه الحلوه علاوي شنو الموضوع؟ شنو يريد هذا؟ والله ضحك يلا هاي يلا هاي يلا العباس هذا ما اعرف والله في جو يتجاوز سواسيكو ممكن والله يتجاوز قلنا تبع الشيك ما محتاج يفع شنو يفعل بروحه احنا بالجو حتى فعل بروحه اقول لك هو غير بيناتنا حكاية غير حكاية بيناتني انت ايش بيك؟ سيف وعلي قوم يلا خلاص يلا والله هذا احنا نطلعه ما خلاص انا بعد ما اصور لا علاوي شنو متى تعلاوي؟ علاوي صدق صدق مذله مذله لا الحسين قلق عمد انتم غير جايين لي علاوي جايينك انت اخوي وحبيبي ما يصير هيك موضوع ترحي بعدنا مرتين طبيت بالقصيده يقول لك ما ادري شنو هو شرفوني اتشرف عم شط يجور جاي بدون جور ولا جاي علي يا جور يا شو اسمه شنو عالم شوف هذا ابن ذي يلا يلا هاي يلا هاي 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 لك عم علي ما طالع موضوع طالع لي على شنو عمي هسه غير فضل علاوي يا وين هو وين انا باوع انتم احكوا وياي ما تحكون وين سيف ممنوع ممنوع ما عاد يحكوا يا سيف علاوي خلاص علا لا انا خربته خربته خلاص خلاص انت مو قالوا لي انت تحكي الضيوف يلا اخو مالك علاقه شنو الطيب شنو الطيب شنو سيف علاوي لا احكي العالم عدل عمي سيف الحلفه هذا تدري شنو سيف الحلفي يعني كذا وحق هذا الله يلا علاوي نكمل لو نطلع بسرعه انا ظل خاطرك
يعني بديت اتوتر بديت اتنرفز وانت تدري بي انا يعني شويه من يختلف انا ادي بعد ما اعرف قنوات ما ادري شنو ما يشتغل انا ادي يلا علي. لو نكمل لو يلا لا يا بس لا 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 والكعب والله ما بس تعال تعال تشمرج كابتن ماجد ما تطلع سيف سيف لا شنو يسوي علينا علاوة لا لا ما يطلع ارجع علاوة ما صور علاوة علاوة ما صور والله ما صور لا علاوة زعل علي ما صور بس ما اقعد والله الله ما اقعد هسه هسه يجي الصندوق والله بس على لا صدق على لا صدق خاطري الخاطري الخاطر على خاطر لا خلص خلص حلاوي يلا خاطرك هذا اللي وقف محمد يلا شنو يسهل علينا شكو حلاوي شلون ترقع امل الله اي بس خليه يجي بس خليه حلاوي يسهل هذا يرقع بس يقعد والله هاي والله هاي هسه خليه اوكي اوكي يلا اوكي بس سد له يا سيدي الشحن سد طفي سد بس الشحن خلص واحنا الترحيب تونا مسوي وانت شنو كيفك انت والله احنا بريشي بس قاعد بس قاعد بس قاعد يا مالك علاقه ايه شكلها انا كافخ نقتله نقتله بس سيف بقعد بس قاعد شنو والله شخصيتك اكو شخصيه بالموضوع يفوت البرنامج الاسم الاسم انا شلون هاي بدنا اللي زق هذا بالبطن صح الاستاذ دوي صح الاستاذ دوي بلا زحمه ابو عليو صح الاستاذ دوي حبيبي يلا يا ابي شرفك شنو تطلي جرا طالع لك والله شو شلون تطلي جرا دق يا دوخه دوخه مو تجي قدام سيف لا لا مو هيك مو هيك واحنا ما او نزل شنو تطلي جرا من هذا استاذ الله يسعدك من هذا منو مخرج البرنامج انا فوقكم اجينا لكم جيت على دعوات علاء واخوي وحبيبي واتشرف بكم قناه الديار ما اعرف شنو الموضوع يعني شنو الولد بس قعد بس قعد بس قعد محمد مخرج البرنامج شنو اجوره شنو انا محتاج اجور انا اسف اعتذر ترى ما يعني هذا موضوع اللي ترى وايد جاوز عندي خير من انا مال يعني جاوز علي على الخاطر علاء بس سيف جاي من البصره شاعر من البصره مهم ما اعرفه ما ادري شنو قلت صدوي رحب بيه اعرفه ويعرف برنامج يقول فعل شو اسمه يفعل بروحه بالبرنامج يابا شنو افعل بروحه معلاه انا محتاج افعل شلون ترقع انا انتهيت على لا استاذ بعد لا استاذ لا بعد 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 انتهيت انا على انتهيت شنو هاي انا انتهيت وكلام الله حتى انا والله العظيم طلعت من الجو كله انا ما شايفك اول اي اول مره سيف هسه شنو ما تقول لي شنو علاه شنو شنو شبيك سيف اه والله العظيم غير قلقتونا شنو قلقنا والله قلقتونا شبيك علاه انت ضال قاعد بخاطرك لا تحاكي شنو ضال قاعد يا علاه شنو ما رحت لعبه رايح لا وين يروح بس وقف 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 بس وقف شنو شنو احنا ويانا برنامج كش كله وتامهم وتامهم ليش مو الاصدقاء هاي القلب سيوفي طبعا بدول قلبك طبعا نعتذر من سيوفي نورس الجنوب طبعا شاعر مهم يعني سيوفي انا خجلان كلش خجلان منك الله شاهد طبعا خجلان عندك وصار لي هواي ما شايفه يعني تقريبا من سنتين ثلاثه ما شايفه ونورتنا يا بعد قلبك والله العظيم وانت تخبل وكل شيء تخبل بس قلت اخك سوى واحد سيف هذا تعب والله الله يسعد الله يسعد تعبنا وضوجنا نفرزناك اليوم صديقي
يعني علاقتي بعلاوي يعني شوف خليني اقول لك شغله يعني يمكن من اقرب الشعراء بالعراق اذا احسب اثنين او ثلاثه احسب علاوي صح يعني انا اتوقع حتى اذا اكو هيك فكره برنامج يجي بعد علاوي يقول لي اتوقع يقول لي حتى اذا هو يقدم انا اهدأ شويه وقال لهم لا سيف جاي من البصره معودين انا اصبر وين اروح اقول ترى صدق ترى صدق ترى صدق جاي من البصره وانا بسرعه اندفع مثل ما شفت حبايب اليوم سيف الحلفي شفنا عصبيته وشفنا حبه لنا وحبه لل يعني روحيتنا وشاعريتنا احتمال يعني ما نعلى على كابتن محمد عبد الزهره ومحبته الكابتن محمد عبد الزهره حبيب بس نريد نسمع من سيف الحلفي شنو انطباعك على البرنامج شنو الاجواء اللي عشتها علاه هسه انا اكو يعني مشاعر مختلطه ما بين اضحك وما بين ما مستوعب الحاله لانه محمد من اصدقائي يعني حبيبي سيوفي وكنت كل ما ابرد يشعل لي شوي قال لي جاي من البصره قال لي جاي من البصره قلت عم صدق يعني لا انا ما متوقع انه تنظم عني يعني من اقرب الناس لي علاوي صح فكره طبعا اول مره يعني اكون ببرنامج هيك مقلب فما عندي خبره بيهن يعني صح ما شكيت للحظه يعني ما يعني خلاص كان وين راح ما ادري اكو هذا شلته هيك انا هنا شنو هذاك السطل هذا هيك مال ابوه صغير فكره جنني يعني فدوى القلب الله يحفظك ان شاء الله الله يعافيك سيوفي حبيبي نهايه البرنامج حابين نسمع منك قصيده استاذ سيف صدق اذاني بفراقه وحنين انهد اول مره اشوف الكون كله اسود الله رسمه له غصن وهمي وحلم بستان خسر روحه وخسرني وتالي ما ورد الله ما ظلت ببالي من جفان الطير انا الكتلتني شيء من طار ما غرت الله الله كتلني اللي وصل اخباره قالوا روحه محتاره وقالوا من يجي لليل توصل ونت الجاره وقالوا بيها ثر شوي لبستها هواي الترفل كان يطبع فوقها سواره الله وانا يا من صحتي انا يا من صحته وقلت له لي غشوك ايه السواحل حلوه بس بقلوبها حجاره الله مو كل من فتح لك حضنه ملقى حار الله سيو الشبك يفتح حضن بصات خطاره الله يا رب شلون ما لحد يا موادم قلبها اسود اخذ رموش يغطي زين خافا يمهم استبرد الله ولو باب العتاب انسد الله مرات الرمد مو بالعيون يصير الما قدر عشرت احساسه كان ارمد الله الله من شفت الحنين بصدري قام وطاح هنان استوعبت معنى الجزر والمد الله الله سيد من شفت الحنين بصدري قام وطاح هنان استوعبت معنى الجزر والمد الله النهر هم مثلي يمكن كسر ظهر فراق الله الله والا ايش عنده ظل طول العمر ممتد الله الله سيد فارق ولفه النهر هم مثلي يمكن كسر ظهر فراق الله والا ايش عنده ظل طول العمر ممتد الفارق ولفه حتى بموته ما يرتاح الله ينسد باب قبره وجرحه ما ينسد الله الله تخلص روحي تخلص روحي كل ما يبدي عندنا اسبوع هو اللي ما لاحد يكره الاحد الله 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 يا اللي مطلع نبي من الحوت طلع ولفي لو ساعة أريد أشكي له من ضيمة وسولف له على وداع الله وأحلف له بغلات الشوق الغالي وقدره وباعه الله إذا هو انحضن بالليل الله عليك يا اللي مطلع نبي من الحوت طلع ولفي لو ساعة أريد أشكي له من ضيمة وسولف له على وداع الله وأحلف له بغلات الشوق الغالي وقدره وباعه إذا هو انحضن بالليل ويد الغربة جاست ثمرته وقاعة ما خنته وانا محير الطبيب وياي كل ليلة على صدر تنام سمان الله كل ليلة ألومه شقد وبشيله من أحس دموعه فوق الخد ولو شغلة تكسر بعظامه قول تهون مصيبة الذكريات شلون تضمت صرت مثل الوطن بالواحد وتسعين قمت من داخل تفرهد الله الله صرت مثل الوطن بالواحد وتسعين قمت من داخل اتفرهد وانا 30 خلصا يوم ياكل يوم عشت ب
بس ما ادري شنو بداخل استشهد. انا 30 خلصني يوم ياكل يوم او عشت بس ما ادري شنو بداخل استشهد. وانا ما زكي ولفي بكت لي ما بري ما طاعني بس مشارك المبرد. لو ما في مجال المبرد يلزمون ولو ما ضاحك لها سيوفهم تنحت. بس الظاهر النخله اشتهت فلاح ومهدت للدرب خاطر يجي ويصعد وكيد مسوي عملة وخاين الشلال ومعثرت حوبه وما قدر يصعد. الله وانا قلبي برد اكيد مسوي عملة وخاين الشلال ومعثرت حوبه وما قدر يصعد. الله وانا قلبي برد ما بي حرارة شوق وبعد ما بيها لذة القهوة من تبرد. يظل حزني نذر لعيون المعرسات كحل وبذكرياتي غمسن المرود. الله وبعد ما استقر والعمر سفر قضي بين البصرة والله. الله بعد ما استقر والعمر سفر قضي لأن يبطل وضوء الماي من يركد. الله وعلى اليمين. الله بعد ما استقر والعمر سفر قضي لأن يبطل وضوء الماي من يركد وعلى اليمين طينته علي من طينته بخده العمر خلصان. أنا للرايح أترك بؤسه فوق الخد. الله الله حبيب. الله الله يسلمك سيف. الله شاعر مبدع وشاعر مهم واسم جميل جدا ونفتخر بك يعني بالحقيقة يعني بالوسط الشعري. الله يسلمك وشكرا للبصرة يعني على هاي المبدعين جاي تقدم لنا اياها. شكرا لك يا عمر. الله يحفظك. شكرا ابو حسين. نرجع ونقول حوالي رمضان كريم عليكم ان شاء الله. شكرا للضيف الشاعر المبدع سيف الحلف. شكرا لك. شكرا لك حبيبي الشاعر اليوم. شرفتني. الله يسلمك يا حبيبي. شكرا للضيف الدائم الكابتن محمد عبد. حبيبي حبيبي. رمضان كريم عليك. رمضان كريم عليك وعلى كل العراقيين ان شاء الله وعلى المسلمين طبعا. واعتذر من سيوفه حبيبي. لا لا انكفيت. تأذى اليوم. تأذى اليوم سيوفي. هو بالعاده مدافع بس اليوم هجوم. اليوم هاجم. حبيبي سيوفي وان شاء الله رمضان كريم على الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك يا حبيبي. ابو حسين. نجوم وعرقك كل ساعة مقلب طاح وبساع جودك روح بالقاع وكلها معدلة. قالوا يا هلا صارت مشكلة حسبالي صديق طلعت كشكلة طلعت كشكلة.